دكتور محمد انور، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا ايه بحضرتك. اهم النواقص اللي عندكم في القصر العيني اللي لها علاقة بمجال حضرتك؟ بص يا فندم، احنا النواقص مش في مجالي بس، الحقيقه النواقص في مجالات كتير قوي، ويمكن احنا مش حاسين بيها دلوقتي لانه اغلب الشركات عندها ستوك في خلال 3 4 شهور. اغلب هذه الشركات هتبقى اوت اوف ستوك، وهي دي اللي هتبقى المشكله الكبيره. احنا دلوقتي يمكن مش حاسين بيها قوي، انما في خلال 3 4 شهور الموضوع هيبقى ديزاستر، لانه الشركات شغاله باللي موجود عندها. الشركات، خليني اقول لحضرتك انه اغلب الشركات اللي احنا بنتعامل معاها مش بس في تخصص الجهاز الهضمي والكبد، في اغلب التخصصات يا اما شركات مصريه بتنتج منتج مصري من الالف الى الياء، وده قليل قوي، يا اما شركات مصريه بتجيب الماده الخام من بره، وده الاغلبيه، يا اما شركات اجنبيه بالكامل، مالتي ناشونال كومباني زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، بتصنع في مصر او عندها مكتب علمي بتستورد. المشكله بالنسبه للي بيصنع من الالف للياء، وزي ما قلت حضرتك دول قليلين قوي، مشكلته بسيطه. المشكله تيجي في التانيين بقى، اللي هو بيستورد رو ماتيريال، بيستورد ماده خام كان بيستوردها زي ما حضرتك قلت ب 8 88، اصبح فجاه بيستوردها ب 16 جنيه، الدولار ب 16 جنيه، فاصبح عنده سعر هو المفروض بيشتري بيه وملتزم بالسعر القديم اللي بيبيع بيه، فاصبح بيخسر، مش قادر ينزل الدواء. نفس الامر بالنسبه للشركات الاجنبي، الشركات الاجنبي بقى مشكلتها كبيره جدا، لانه بيشتري الدواء زي ما هو بالظبط معبأ في علبته في حاجته بنفس السعر. احنا كده بنخلق سوق سوداء للدواء، وده طبعا ابتدى يحصل بالمناسبه. عايز اقول صح لحضرتك صح ان الصيدلي النهارده، الشركه المصريه لتجاره الادويه، وهي الشركه الوحيده او الكبيره المنوطه باستيراد الدواء، بتجبر الصيدلي انه يشتري بسعر الدولار اليوم كاش اب فرونت عشان ياخد المنتج بتاعه بكميه معينه. فبالتالي المريض لما بيروح للصيدليه بيقول له الدواء الفلاني بكذا، لا بيضرب في 2 ويضرب في 3 السعر اللي موجود، وبتبقى بلاك ماركت للدواء. فاحنا بنخلق سوق سودا، احنا بنموت الشركات الاجنبي اللي شغاله في مصر. الشركات الاجنبي عندها دلوقتي اكزيت بلان، هتخرج من مصر في خلال كام شهر، لان هو بيخسر. هو وانا مصر بتكلم بالنسبه عن له استثمارات ضخمه جدا لشركات اجنبيه مستثمره جوه مصر. سوف احنا تفقد يا فندم بالنظام ده، سوف تفقد، هنفقدها كلها. واحد هنفقد الاستثمارات، اتنين هنسرح العماله، ثلاثة مش هيكون عندنا ابتدى الدواء. بالفعل، عايز اقول لحضرتك بدون قطع كلام حضرتك، ابتدى بالفعل بعض الشركات تسرح العماله بتاعتها، ده حصل فعلا، وحضرتك تقدري تسالي، حصل بالفعل تسريح لبعض العمال. طب ايه الحل يا دكتور؟ ما هو كمان الحكومه مش عايزه تحمل اعباء كثيره واعباء زايده على على المريض، الحل يكون ايه؟ يعني انا في تخيلي حضرتك، انا كهيلث كير بروفايدر، انا شايف انه اعتقد انه ممكن قدامنا حل من اثنين، يا اما ادعم الدولار للادويه، وما اعرفش ده كويسة. وارد ولا لا. يعني مش ايه يا لازم دكتور؟ شركه، يعني ايه الدعم الدولار للادويه؟ يعني مش لازم شركه الدواء اللي بتشتري دواء تشتري ب 16، ما هو كان بيشتري ب 8 88، مش لازم اخليها له 16. يعني خلينا في زي مصر، الدولار يعني الجمركي انا كده. مش اقتصادي، بس 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 اعتقد انه ممكن يكون في كومبرومايز، نقدر نشتري بيه الدواء بسعر اقل من 16 جنيه للدولار، او ان انا اعمل زي ما عملت فلوتيشن للجنيه، هعمل فلوتيشن للدواء، هخلي الدواء بدون تسعيره جبريه ويتحرك ارتفاعا وهبوطا حسب سعر الدولار اليومي. بس دي انا مش عارف يعني التطبيق ده ازاي، انما برضه لازم يكون بنوع من الرقابه. لكن ما اعتقدش ان القصه ممكن تخرج عن حل من الاثنين، ولازم يتم الحل سريعا، لان ولازم احنا يتم دلوقتي الحل السريع. لازم، لان احنا عندنا بالفعل نواقص في حاجات مهمه جدا، في ادويه سرطان ناقصه، في ادويه جهاز هضمي وكبد ناقصه، في ادويه قلب ناقصه، في مضادات حيويه، هتبقى مضادات حيويه احنا بنشتريها بنعتبرها اللي بنسميها الاو تي سي، الاوفر ذا كاونتر، بنلاقيها بسهوله جدا في خلال شهرين ثلاثه، مش هنلاقيها أدوية في منتهى البساطة. قد نفاجأ بأنها مش موجودة، لأن الشركات دلوقتي شغالة بالستوك اللي موجود عندها، صح اللي يكفيها 3 صح 4 شهور. ده غير في إنه خلال أوريدي هو الصيدلي بيقول لك لا مش موجود، فما تقول له أرجوك يقول لك طب بس هتاخدها بسعر كذا. بالظبط يعني يا أوريدي فندم، البلاك بالظبط ماركت اشتغل، السوق السوداء اشتغلت في اشتغلت الدواء. فعلا. بشكرك دكتور محمد انور، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، وفعلا قال اقتراحين ما لهمش حل. ما تقدرش تمشي ضد اقتصاد، ضد اليات السوق، ما ينفعش. ده اللي بقوله للسيد وزير الصحه اللي مصر انه يطلع كل يوم يقول لنا تصريحات شعبويه. عملت لك ايه التصريحات الشعبويه؟ ولا حاجه، شالت الدواء من السوق.